اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج حلقه الوصل، 5 فبراير 2017. في ملف مهم لابد انه يفتح ولكن بحذر، عشان كده في حاجات عامله زي حقل الالغام، خد بالك لا تخبط في لغم يفجر الدنيا ونخسر خساره كبيره. العلاقات المصريه السعوديه بنقول عليها علاقات تاريخيه، علاقات راسخه، علاقات اخوه، علاقات جغرافيا وتاريخ ودين مشترك وحاجات كتيره قوي كويسه ايجابيه. إنها من أن لآخر بنمر بمطبات بيبدو فيها في الآخر كما لو إنه لا التاريخ بينفع ولا الجغرافيا بتشفع ولا الكلام ده كله. ليه؟ يجي يقول لك الجغرافيا، الجغرافيا في ذاتها لا هتنجح مشروع ولا هتسقط مشروع، هي الجغرافيا عاملة زي أنبوبة التوصيل. لو إحنا قررنا نتعاون الجغرافيا هتساعدنا، لو إحنا متقاربين، لو قررنا إحنا نتخانق برضو الجغرافيا هتساعدنا. يعني إيه؟ من الآخر لو حصلت خناقة بين مصر وبيرو وحبينا نضرب بعض، هنضرب بعض ازاي؟ ما هو بعيد قوي، مسافه عايزه، لا يا عم خلاص ولا هنحارب، خليكوا قاعد فينا، كل واحد فينا قاعد في مطاريح. انما لو بيرودي جنبنا على طول، لا هنتخانق، ما هو جنبنا، مدفعين على طيارتين على كلام زي كده. نفس الكلام لو قررنا نتعاون، هنتعاون مع دوله في امريكا اللاتينيه دي بعيد قوي، يعني عبال ما نبعت سفن ونبعت مش عارف ايه ده، لا. انما لو جنبنا هيبقى اسهل كتير. فالجغرافيا بتسهل لنا، التقارب الجغرافي بيسهل لنا التعاون متى توفرت عوامل التعاون، والجغرافيا كمان بتساعدنا في الصراع متى توفرت عناصر الصراع. ونفس الكلام على اللغة، لو احنا بنتكلم نفس اللغة وعلاقتنا ببعض جيدة هتلاقي اللغة بتساعدنا ان العلاقة دي تبقى افضل، بدل ما نجيب مترجمين ونقعد نحكي لبعض حواديت وكلام زي كده. نفس الكلام لو احنا بنتكلم نفس اللغه بس قرر احنا نشتم بعض، طب ما انا اشتمك بالاب والام هتفهمني على طول، مش محتاج لسه نقعد نترجم وناس يعني الى اخره. اذا اللي انا عايز اقوله ان الموضوع اكبر شويتين من مجرد الجغرافيا والتاريخ والدين والحاجات دي، الموضوع له علاقه باحنا شايفين بعض ازاي، احنا شايفين بعض ازاي. خلونا كده نقعد مع بعض شويه، هقول ايه بدم بارد. يعني ايه بدم بارد؟ دي مهمه شويه، مش معناها ان انا مش حريص على العلاقات، لا، عايز اقول خلينا نتكلم بشكل عقلاني، لو نقدر يعني نحط على جنب كده العواطف وندرسها من منظور الجراح اللي دمه بارد كده وبيعمل عمليه جراحيه. انت طبعا انت اهل العيان، اهل المريض، طبعا بره هتموت وعمال تدعي وتقرا قران والى اخره، لكن الفكره في النهايه انه الراجل ده لو عمل زيك، يعني لو توتر بنفس توترك، لا العيان المريض ده هيموت. فخلونا نحاول ان احنا كده ندرس المساله من غير ما نبقى منفعلين. ايه الطريقه اللي احنا هنستخدمها؟ هنلبس نظارات. هنلبس النظاره السعوديه ونشوف هم شايفين مصر ازاي، وهنلبس النظاره المصريه ونشوف هم شايفين السياسه الخارجيه السعوديه التانية. ماشي، انا اصحح حاجه قلتها، هنشوف ازاي السياسه الخارجيه السعوديه شايفه السياسه الخارجيه المصريه، وازاي السياسه الخارجيه المصريه شايفه السياسه الخارجيه السعوديه. وهننتهي بنقول اولا شويه ملاحظات كده اقرب الى نصايح، يا رب بس تتم على خير. وتاني حاجه نقول ان في طاقه امل كبيره جدا في العلاقات المصريه السعوديه. طيب تعالوا كده حضراتكم نبدا من ازاي السعوديه شايفانا. ده مهم، لان انت لو مش فاهم هم شايفيننا ازاي، انت ممكن تفتكر ان هم يعني بيتجنوا علينا. ونفس الكلام اخواننا في السعوديه، لو هم مش شايفين احنا شايفين الدنيا ازاي، ممكن كمان يفتكروا ان احنا قررنا ان احنا نضايق بعض. خلونا نبدا بالشكوى اللي جايه من الجانب السعودي. خدوا بال حضراتكم، انا لا بمثل الموقف الرسمي للسعوديه، ولا بمثل الموقف الرسمي لمصر، ولا بمثل حتى الموقف الرسمي للقناه. انا كل اللي بعمله ببساطه هو ان انا بحاول افهم مع حضراتكم. لو في حد فاهم احسن مني يا ريت يتفضل، وانا سعيد جدا. وانا قلت قبل من كده وبقول في هذا البرنامج مفيش حد رايه من كرامته، اختلف معايا ونفضل اصحاب، احنا يعني تمام. هبدأ أقول المملكة العربية السعودية، هم شايفين مصر إزاي؟ لو لبست نظارة السعودية، هم شايفين مصر إزاي؟ أولاً هم شايفين إن الإعلام وبعابة طبيعية، يعني السوشيال ميديا، بيهاجموا المملكة كدولة، بيهاجموا الوهابية اللي هي بالنسبة لهم القراءة الرسمية للدين الإسلامي. في قراءات مختلفة، في قراءة يعني ربما أكثر ليبرالية، في قراءة محافظة، في مذهب، في فرقة إسلامية إلى آخره. انما محمد بن عبد الوهاب يمثل لهم حاجه كبيره قوي كده، يعني هو بذاته ومع تلاميذه يمثل عندهم كده ما يمثله الازهر مثلا بالنسبه لمصر. والملك سلمان شخصيا لم ينجو من بعض الكلام السلبي اللي اتقال عنه، سواء في الاعلام او الاعلام التقليدي يعني، او في السوشيال ميديا. بيبدو لاشقائنا واخواننا في المملكه العربيه السعوديه ان هذا يتم بتوجيه او برضا أو بموافقة أو في الحد الأدنى بقبول، يعني بسماح الإدارة المصرية.
انه كده بيصحى حد الصبح في جهه ما ويتصل بفلان الفلان ويقول له يا فلان النهارده انت ليه ما مش هتمتش حد في المملكه العربيه السعوديه، انت ليه ما قلتش حاجه وحشه على الوهابيه. هنا الحقيقه القراءه السعوديه لو انا مره تانية لابس النظاره السعوديه بيبدو فيها ان هم عندهم اعتقاد، الجانب المصري بقى بيرد، هو انتوا فاكرين ان احنا مسيطرين على السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها؟ هو انتوا فاكرين ان احنا كاداره مصريه مسيطرين على الاعلام واللي بيحصل فيه؟ لا طبعا. بدليل ايه؟ اكبر دليل انه اصلا الاداره المصريه دي بدءا من رئيس الدوله مرورا باكبر الاسماء في التنفيذ في السلطه التنفيذيه او في السلطه التشريعيه او حتى في السلطه القضائيه في بعض الاحيان بينالهم مش النقد بالدال، مش النقد بالدال، النقد بالضاد. احيانا يعني انتقادات مبنيه على معلومات خاطئه اصلا، يعني لو الموضوع فعلا فيه توجيه بالريموت كنترول كنا بمنتهى البساطه عرفنا نقول طب بلاش النبي الرئيس، بلاش النبي الازهر عليه الصلاه والسلام، يعني بلاش النبي المؤسسه كذا او القضاء، لا خالص. الموضوع وصل لمرحله بعد 25 يناير وما جاء معها بقى في حاله من التفكك في مؤسسات الدوله، مش حاجه وحشه ولا حلوه، هي دي طبيعه الثوره، يعني انا مش هقدر اقول لك زي ما بتاخد دواء من اثاره الجانبيه كذا كذا كذا، فالموضوع ملوش علاقه باحنا كويسين ولا وحشين، هو دي من نقول الاثار الجانبيه سلبيه ايجابيه ده موضوع تاني لان يكون في ثوره بجد في البلد، فترتب عليه انه محدش مسيطر حقيقه على الاعلام بهذه الدرجه، وحتى في بعض الاحيان لما بتحصل انه فلان ما يطلعش وفلان واعلان بتبص تلاقي نفس القنوات الثانيه تقول لك ازاي فلان ده يمشي والسوشيال ميديا تشتعل ومشوا اعلان وانهوا عقد وما جددوش عقد فلان، كما لو انه الناس دي مقرره على الشعب المصري ومش يعني الى اخره. فرقم واحد من وجهة نظر السعودية هم شايفين يعتقدون أنا رأيي خطأ أنه الإدارة المصرية مسيطرة على الإعلام سواء التقليدي أو السوشيال ميديا، وأنا بقول يقينا ده مش صحيح. أنا بقول لحضراتكم أنا في هذا البرنامج أنا حتى ما أعرفش قد إيه دلوقتي عمر ما حد رفع السماء وقال لي قول ولا ما تقولش، أنا بشتغل في راديو مصر بقالي كام سنة وشوية دلوقتي أنا عمر ما حد قال لي بلاش أو مش بلاش. لا الموضوع ببساطة إنه أنا بقول اللي عندي، ممكن حد يقول لي نصيحة شخصية بس ده بصحابي يعني معارفي، لكن ما حدش بيجي بشكل رسمي يقول وما تقولش واعمل وما تعملش، لا يعني لحد بعيد الناس بقت بتقول لك بلاش ندخل في السكة دي علشان ما يبقاش يعني ندخل في صراعات خلاص إحنا تجاوزناها في مرحلة سابقة. في قضية تانية لا تقل أهمية من عند وجهة نظر النظارة بتاعت إخواننا في المملكة العربية السعودية، ألا وهي الجزيرتين. هم عندهم اعتقاد أنه صحيح إحنا وقعنا على اتفاقية ترسيم الحدود والمفروض بموجب من وجهة نظرهم يعني أنه يكون دي مقدمة لأنه يتم تسليم الجزيرتين لهما، الكلام ده من إبريل 2016. فهم عندهم من وجهة نظرهم دليلين، مرة تانية لابس نظارتهم، أنا مش بقول هم كويسين ولا وحشين ولا أنا بتبنى موقفهم، أنا بس بحاول أفهمك هم شايفين الموضوع إزاي. شايفين إن إحنا تواطأنا كإدارة مصرية إن الموضوع ده ما يمشيش، أوقعنا علشان يبقى يا شكلنا قدام بعض كده حلو وبتاع وناخد منهم يعني بعض المساعدات وبعض الاستثمارات وحاجة لها علاقة بالنفط ومش عارف إيه وكلام زي كده، بس إحنا كنا بنضمر داخلنا عكس ده. فوجهة نظرهم مرة تانية النظارة اللي هم لابسينها بتقول لهم لا ده هم كان المصريين يعني كان قصدهم سوء من البدايه، بدليل حاجتين. رقم واحد انهم ما سلموش ما حولوش الاتفاقيه من الحكومه الى البرلمان الا بعد 8 شهور من ابريل 2016 لديسمبر 2016. يبقى ده معناه انه من وجهه نظرهم الاداره المصريه لم تكن جاده. تاني حاجه انها اوعزت رضت سمحت قبلت بأن القضاء الإداري على درجتيه بالدرجتين المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا إن هم يحكموا ببطلان الاتفاقية علشان دي تكون بشكل أو بآخر ذريعة إن هم إن مصر ما تسلمش الجزيرتين. هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هقول لحضراتكم إزاي مصر لابسة نظارتها وشايفة الموضوع بشكل تاني تماما. لو تفهموا إخواننا في المملكة العربية السعودية هيقدروا نقول يعني يبعدوا عن فكرة إن في تآمر حصل مننا عليهم. فاصل ونرجع نكمل الحلقة. طيب صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل من ليه نبي يصلي عليه، احنا بنحاول نفهم كيف يرى كل طرف الطرف الآخر. قلنا قبل الفاصل ان المملكة العربية السعودية بشأن قضية الجزيرتين ظنت او ظن البعض انه والله يظهر انه ايه مضت الناس مضت الجزء التنفيذي لو رئيس الوزراء على الاتفاقيه، ولكن في نفس الوقت ما كانوش جادين بدليل ان هم اخروا
تسليمها لتسليم تسليم الاتفاقية يعني من الحكومة للبرلمان، البرلمان لازم في النهاية يصدق. وتاني حاجة إن أوعزت سلاش سمحت الحكومة المصرية للقضائين الإداري والإداري الأعلى أو الإدارية والإدارية العليا إن هو يحكم بعدم دستورية أو لا مش دستورية، عدم ببطلان الاتفاقية. طيب إيه الحكاية؟ الحكاية ببساطة الدولة المصرية بتقول لك أو الإدارة المصرية، يعني أنا حاولت أعرف مش متأكد إذا كان المعلومات دي صحيحة 100% ولا لا، إنما جزء من المسألة لك يعني أنا علشان أنفذ اتفاقية وأحولها من هنا لهنا لازم يكون أولاً البيئة الداخلية ملائمة وثانياً البيئة الخارجية ملائمة. ما هو أنت النهاردة بقى في طرف ثالث، الطرف الثالث ده اسمه إسرائيل، لأن إحنا موقعين اتفاقية مع إسرائيل شئنا أم أبينا في دولة اسمها إسرائيل في اللعبة. طب مش انا محتاج انا كاداره مصريه انسق مع الامم المتحده وانسق مع امريكا وانسق مع اسرائيل باعتبارها دوله معنيه خلاص، يعني ده دي مش مسؤوليه الاداره المصريه الحاليه زي ما حضراتكم شايفين كده الاتفاقيه، وطبعا يعني اسف مش اتفاقيه، شايفين ثيران وصنافير وهتلاقوا فوق شمال خليج العقبه في اسرائيل. الاداره المصريه الحاليه ورثت معاهده سلام بيننا وبين اسرائيل فيها الجزيرتين دول وحريه الملاحه. طب احنا هنعمل ايه؟ ما لازم انسق مع الاطراف الخارجيه دي، هي امريكا، الامم المتحده، اسرائيل وقوات حفظ السلام والاخر. هل سيجلس ضباط سعوديون مع ضباط اسرائيليين للمناقشه في المقاعد ولا احنا لازم نقوم بالدور ده الى اخره؟ في شويه جدل في شان هذه المساله. فالثمان شهور دي مش رفاهيه. رقم اثنين، رد فعل الراي العام المصري على الفكره ما كانش يعني اقول اجمالا مرحب بالمساله. الموضوع ما حصلش فيه ماركتنج تسويق جيد، ويعني قصص كتير ممكن نتكلم فيها، انما لا شك ان الموضوع من الاول ما كانش بتركيبته صح. فكان السؤال هو انا عشان احل مشكله خارجيه اخلق لنفسي مشكله داخليه انا ما اقدرش اشيلها؟ انا بقول اهو مش انا مش بتكلم على الرئيس السيسي ولا على حكومه شريف اسماعيل ولا لا، انا بتكلم على اي نظام في مصر كان بيحكم. لو انا رأيت ان رد الفعل ممكن يكون اكبر من طاقتي على تحمله، طب انا اعمل ايه؟ طب ما هو في مشكلة ما بين روسيا واليابان بقالهم عقود على شوية جزر. طب يعني ما فيش حد قادر يحل المشكلة. نقدر نفكر بطريقة تانية، ممكن يكون عندنا بدائل أخرى، لكن فكرة أن المصريين أو أن الإدارة المصرية تآمرت ووقعت بالأحرف الأولى ومن ناحية تانية رفضت التصديق، ده غير صحيح بالمرة. وأكيد المحكمة الدستورية العليا أكيد في النهاية هي اللي هتساعدنا في تفسير نص المادة 151 ولأي مدى في اختصاص للقضاء الإداري في هذه القضية، إنما دي قضية داخلية مصرية. وهنا أقول حاجة مهمة، معظم مشاكل ما بعد الثورات هي لا تعبر عن أمور علاقة بالسياسة الخارجية للدولة، وإنما السياسة الخارجية للدولة هي بتعكس في جزء منها صراعات داخلية. يعني قضية الجزيرتين دول هم هي لا تعكس موقف مصر من السعودية بقدر ما بتعكس ان في خناقة جوه مصر على كل حاجة، يعني في خناقة جوه مصر على الجزيرتين، وفي خناقة جوه مصر على شرعية مش عارف ايه، وفي خناقة جوه مصر على ايه اللي يحصل في الاعلام، وفي خناقة جوه مصر. الموتور لسه مهديش، الموتور لسه سخن. الراجل ادمون بيرك ده فيلسوف بريطاني محافظ كان يقول لك، هو كان محافظ يعني كان ضد فكرة الثورات لان هو شاف ايه اللي حصل في فرنسا في الثورة الفرنسية، فكان تعبير لطيف قوي يقول لك فيروس التمرد حينما يدخل إلى مجتمع ما يصبح مسألة جيلية، يعني لازم جيل يعدي عبال ما المكنة تبرد والجسم السياسي يرجع لطبيعته، لأنه الفيروس بتاع التمرد بيخلي الناس على طول بتشوح، على طول رافضة. لا إزاي؟ مش بس في قضية الجزيرتين، في كل القضايا الأخرى. طيب في قضية أخرى ليها علاقة بالموقف من سوريا. مرة تانية أنا هلبس نظارة أخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية ونشوف هم إزاي شايفين موضوع سوريا. هم ضد بشار الأسد، يعني هو حريص أو نفسه أنه يكون في سوريا موحدة. من الآخر خالص يقول لك تحيا سوريا يسقط بشار، تحيا سوريا موحدة يسقط بشار الأسد. طب إيه مشكلة بشار الأسد؟ 20 حاجة. أولهم أنه رأس حربة إيرانية صفوية شيعية فارسية في شمال غرب المملكة، هو بالنسبة له هذا عدو يعني عدو بيتخابر بيتعاون مع دولة عدوة ألا وهي إيران ضد المملكة العربية السعودية. فقضيته بمنتهى البساطة أنه بقاء بشار الأسد يعني تهديد مباشر لأمن المملكة. طبعا بقى غير أن بشار جه يعني الألفاظ غير لائقة على الملك عبد الله رحمة الله عليه، بيتهم المملكة العربية السعودية ببعض الاتهامات اللي يعني ملهاش أدلة، لكن في النهاية في عداء محكم في هذه الفترة ما بين المملكة وسوريا. طيب احنا من وجهة نظرنا في مصر هو ايه؟ تحيا سوريا حتى لو دي بقى النظاره المصريه، يعني مره تانية احنا شايفين نفس على فكره كوبايه
نفس الكوبايه، واحد شايفها بالنظاره دي فشايف هنا حاجات، شايف حاجات التاني شايفها من الناحيه التانيه مش شايفها بنفس الطريقه، فالتاني شايف الناحيه التانيه، لو الاثنين دول ما اتكلموش مع بعض هيفضلوا فاكرين انهم في حاله عداء، بس هم مش عداء، انا شايف حاجه انت مش شايفها، لف الكوبايه يا عم وشوف. فانا اللي بحاوله في الحلقه دي ان احنا نلف الكوبايه ونشوف هو ايه الحكايه بقى بالظبط، هو ايه الموضوع. طب وجهه نظر مصر ايه؟ مصر بترى انه في حاجه اسمها الامن القومي العربي، القضيه مش هيكون امن السودان لوحده ولا مصر لوحدها ولا حتى قطر لوحدها ولا حتى اليمن لوحدها، لا، في قضيه اسمها الامن القومي المصري، لازم يكون كل الحي ما فيش فيه حراميه ونصابين وناس بتطلق نار مش بس بيتي، يعني انا لو البيت اللي جنبي مولع ما هو انا قلقان ومتوتر. فوجهه نظر مصر ايه؟ من التجارب التاريخيه اللي مثلا منها العراق، اول ما بتشيل راس النظام النظام بينهار، مش النظام بمعنى الرجيم، النظام بمعنى السيستم، يعني مش النظام بمعنى الناس اللي بتحكم، لا، هي الدوله بتقع، جيش بيقع وبيروقراطيه بتقع واحزاب بتقع والشعب بيقع في بعضه، وبيبقى ملعب رهيب لقوى خارجيه سواء بقى اقليميه او دوليه، اقليميه زي تركيا زي ايران زي اسرائيل كده، او عالميه زي روسيا والاتحاد الاوروبي وامريكا ولا، ففي الاخر بتبقى احنا ملعب لصراعات احنا مالناش لاقه فيها ولا جمل. فاقول لك طب يعني خلي بشار، ده وجهه نظر الاداره المصريه، طب ما تخلي بشار فتره انتقاليه يقعد له سنتين ثلاثه اربعه خمسه وبعدين يروح في اي بتاع، وفي الاخر خلاص تبقى سوريا موحده، لانه تجربتنا سواء في ليبيا، مش القذافي، مش بيحب القذافي، احنا مش فارقه معانا القذافي، احنا فارقه معانا ليبيا، بتمشي الشخص ده، ده بيبقى عامل زي الاسمنت اللي مربط الطوب في بعضه، طب انت شلت الاسمنت هتقع، اي هزه بتقع، هيوقع كل كل الجدار. فمصر ما هياش حبا في بشار الاسد، هي القضيه يا اخوانا سوريا هتضيع، ولو ضاعت ما بترجعش، ما فيش دوله بترجع، هي الصومال رجعت، هي يعني لبنان المنقسم على نفسها دي احنا عارفين رجعها دوله زي ما كانت، هي افغانستان رجعت، فاحنا بالنسبه لنا القضيه مش بشار. فالى اخواننا السعوديين من وجهه نظر النضاره المصريه القضيه ليست بشار، مش خناقه على بشار، هي القضيه ببساطه انه من غير بشار مش هيبقى في سوريا، فاحنا مضطرين اضطرارا لان نتعامل مع النظام القائم اللي هو يملك المساحه الاكبر. شواف رجع الخريطه تاني، المساحه الاكبر من سوريا، واللي عنده حد ادنى من شرعيه متوارثه من اجيال بقى، خلاص ما مش هنقعد نحل مشاكل سوريا كلها مره واحده، انما على الاقل طب نفضل محافظين عليك ككيان واحد لفتره سنتين ثلاثه اربعه خمسه، وبعدين يروح في 500 حته احنا مالناش علاقه بيه بقى، الشر مش حب مش حابينه يعني. تمام؟ فبس عايز اعرض لكم الخريطه العظيمه اللي حضراتكم شايفينها دي، المهم المساحه الاكبر اللي حضراتكم شايفينها دهيت هي اللي تحت سيطره بشار. بمنتهى البساطه لو النهارده مشي بشار لا ضاعت سوريا خالص، المساحه الصفراء دي هي اللي تحت سيطره بشار الاسد، ما دون ذلك ده مش تبع حد، ده كده كل دوله لوحدها، شويه اسمها ايه، شويه داعش، شويه النصره، شويه الكرد، يعني الى اخره. طيب انا بس بحاول اوضح لحضراتكم ايه الحكايه. هنا بقى طبعا مصر لما صوتت للمشروع الفرنسي وبعدين بالايجاب وبعدين بعدين بعد المشروع الفرنسي والاقرب للتصور السعودي وبعدين صوتت للمشروع الروسي، هي مش غتاته يعني، برضو عشان اخواننا في السعوديه يبقوا فاهمين، من وجهه نظر الاداره المصريه لابسه كده النظاره المصريه، يا اخواننا وقفوا الحرب في سوريا، توقفوه على الطريقه الفرنسيه، توقفوه على الطريقه الروسيه، احنا عايزين الناس ما تموتش، عايزين نقلل عدد الناس اللي بتموت، عايزين طبعا اخواننا في السعوديه فكروا لا ده احنا كده ايه بنتماهى يعني بنمشي في سكه روسيا، وبالتالي سكه روسيا هي سكه بشار، وما دام هي سكه بشار يبقى هي سكه ايران، فكاننا نتحالف مع روسيا وبشار وايران ضد المملكه، وهذا غير حقيقي بالمره. انا بقول لحضراتكم قراءتي المتواضعه، وده مش كلام رسمي، بس انا على يقين من انه الاداره المصريه لا تفكر لحظه في انها تقف بجوار ايران ضد المملكه على الاطلاق في المشروع السوري او في سوريا، احنا عايزين سوريا موحده، لانه ما ينفعش يعني فكر كده، هيبقى الجبهه الوحيده اللي مفتوحه قدام اولاد عمومتنا هي الجبهه يعني، وبين الدول الثانيه خلاص دي انتهت يعني، في يعني الصوره على بعضها محتاجه ان يكون في سوريا فيها حد ادنى من تماسك داخلي. طبعا بقى عندنا الموقف في اليمن، طبعا المملكه حضراتكم لقت نفسها فجاه، وده طبعا لازم احنا كمصري مره ثانيه لابس نظاره المملكه العربيه السعوديه، ولازم احنا كمصريين نفهم هم ايه اللي عمل المشكله في المملكه. المملكه لقت نفسها فجاه في كماشه ايرانيه، وخد بالكم الايرانيين مش عبط، الايرانيين شايفين ان هم عليهم دور تاريخي في قياده الامه الاسلاميه، العرب لفتره، طبعا بقى الخلافه الامويه وبعد الراشده وبعدين الامويه وبعدين جزء من العباسيه، وبعدين في فتره ثانيه بقى عندنا الـ 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 الكرد اللي هو صلاح الدين الايوبي والدوله الايوبيه، وبعدين في مرحله كان في الترك اللي هي الدوله العثمانيه، فيقول لك احنا علينا الدور بقى، احنا ما خدناش، احنا فرصتنا نقود، طب هتقود ازاي؟ قال لك هقود بغصب عنكم،
احنا هنعمل كماش على منطقه الخليج، واللي يسيطر على منطقه الخليج هيكون عنده فرصه ان هو يسيطر على بقيه المنطقه. فانا عندي حكومه متحالفه معايا في بغداد، حكومه متحالفه معايا في دمشق، حكومه متحالفه معايا او على الاقل عندها تلت معطل اللي هو حزب الله في لبنان، وانا كمان الكماشه بقى هتكمل كل المنطقه الغربيه، في اسف كل المنطقه الشرقيه في الجزيره العربيه، وعندنا نسبه لا باس بها من الشيعة في معظم دول الخليج، ونكمل بقى إشي عمان على اللي حضراتكم شايفينه ده، نسيطر كمان على صنعاء من خلال الحوثيين اللي هم اقرب دينيا وفكريا من يعني الى ايران. فالمملكه قالت لك ايه ده؟ لا 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 ده احنا كده محاصرين، احنا لازم ندخل في هذه المعركه بكل ما اوتينا من قوه. طيب نعملها ازاي يا مولانا؟ قال لك هنحارب. ومصر خدوا هم كلمة قالها الرئيس السيسي، قال يا اخوانا دي فرقة كعب، انا يعني مش فرقة كعب، قال ايه؟ قال مسافة السكة. اسف، ايه مسافة السكة؟ يعني بمنتهى البساطة لو في تهديد مباشر للمملكة العربية السعودية احنا كلنا اخوة ونقدر نعمل جيش عربي موحد ويبقى ندخل في السكة دي شوية. فظن بعض اخواننا في المملكة انه دي معناها رسالة من مصر ان احنا هنبعت قوات وجنود ولا اخر. هي المشكلة، انا هنا مرة تانية انا لا اتحدث باسم الموقف الرسمي المصري، انما احنا عندنا تجربة مريرة في اليمن، واللي مننا راح اليمن دي صعبة قوي يا اخوانا، ده جبال وراها جبال وراها جبال، يعني انا مش عارف اخوانا اليمنيين بصراحة عايشين هناك ازاي، 40 مليون بني ادم عايشين في اليمن، لو دخلت مش هتطلع، هذا بحر لجي لا تلجه. يعني ايه؟ ده بحر ظلمات فوق بعضها فوق بعض، لو دخلت مش هتعرف تطلع لانك مش هتعرف الباب منين، انا ما اعرفش، انا هدخل واكمل شوية ابقى قابلني لو عرفت تطلع بوصلة ولا تعرف النور مين، مفيش فنارات، ده انت لو دخلت مش هتطلع. عندنا هنا تقرير عامله لنا يعني مش عاملاه الفورين بوليسي، بس انا عايز اقول في الامور دي ناخد الحاجات دي بحذر، يعني انا ما اقدرش اقول لك تبناها كارقام رسميه نهائيه، انما هي مهم ان احنا نعرفها. فورين بوليسي بتقول لك ان في 725 مليار دولار تكلفه حرب السعوديه على اليمن حتى الان. عندي الايكونومست بتقول لي 300 مليون دولار يوميا، 300 مليون دولار يوميا هي نفقات الحرب التحالف العربي في اليمن. الفورين بوليسي بقى اولاد الذين عاملين تفنيطه ما اعرفش جابوها منين، انما يقول لك ايه المجال، المهم يعني نشرت المجله في تقريرها انه مش عارف تكلفه بارجتين حربيتين تتبعهما ست فرقاطات مرافقه ده يجيب حوالي 150 مليون دولار يوميا. ايجار البارجه مش عارف 300 مليون دولار للبارجتين وتبعهما، والبارجه تحمل على متنها 6000 جندي بعدتهم وعتادهم و450 طياره بطياريها، وعليها ايضا مدافع وصواريخ بعيده المدى، اي ان اجمالي تكلفه بارجتين بس مع توابعهما حوالي 54 مليار دولار خلال 6 شهور. هو بتبقى قضيه مصر يا اخوانا عنينا ليكم، بس انى لنا هذا؟ يعني القضية مش يعني الرئيس بيقول لنا احنا، مش بيقول لاخواننا في المملكة ولا اخواننا في الدول التانية، بيقول له اجيب منين؟ هو يعني الراجل مش مسألة يعني هو مش معاهم فعلا هو مخبي، هي احنا فعلا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل اقتصادية كبيرة، احنا بقالنا بلد بقالها خمس ست سنين في غرفة العمليات ما بتنتجش، احنا عايشين على المخزون وبنستلف ووضعنا صعب ووالى اخره، مستعدين نساعد لكن لما نكون قادرين على المساعدة، احنا بعتنا اللي قدرنا ان احنا نبعته علشان نساعد في حماية المضيق ونأمن جانب من الجبهة، انما جنود على الارض هتعمل مشكلة كبيرة جدا، لانه حضراتكم ما تنسوش وانا الصبر ان ده يعني في اذهان الجميع انه يوم ما بعتنا قوات لليمن وصلت 60-70 ألف جندي احنا يعني كان عندنا مشكله كبيره في تامين حدودنا الخارجيه مع دوله واحده اسمها اسرائيل، ما بالك ان احنا دلوقتي محاطين بميليشيات من كل حته، فارسال جنود من وجهه مره ثانيه من وجهه نظر النظاره المصريه ارسال جنود بكثافه او حتى عايزين قوه رمزيه دي مش صعبه، بس مساله معقده، والراي العام في يعني تحسبات كثيره جدا تخلينا مش هعرف اساعدك غير لما اكون انا اصلا قوي. فحركهم في الطياره بس لسه راكب الطياره النهارده، الراجل يقول لك ايه في الانستراكشنز في التعليمات، يقول لك بص لو حصل انخفاض في الاكسجين في الطياره قبل ما تساعد اللي جنبك معاك طفل مثلا انت ركب الاول الماسك بتاعك، احنا احيانا من باب الايثار والعنتريه والحاجات دي انا ساعد الطفل عبال ما اكون بساعده اكون انا الاكسجين، اصلا مش شطاره مش نباهه يعني، لا هي مساله قدرتك، قدرتي انا على ان انا اجيب اكسجين مش موجوده، فممكن يغمى عليا وهو ما لحقش اركب له الماسك بتاعه، ففي الاخر خالص يبقى انا لا خدمته ولا خدمت نفسي، انا لازم اكون قاعد راكز مسيطر وبعدين ابتدي يعني اساعد الى اخره. فنفس الكلام في حالتنا ديت. هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هحكي لكم كده حكايه عن ازاي بعض السعوديين شايفين احنا ازاي بقى بنحاول نهاجم الوهابيه والكلام اللي بيقولوا عليهم، طب هو كمان بيقول حاجات علينا برضو ما هياش حاجات لطيفه يعني، فبرضو في
النظارة السعودية شايفة عيوب فينا، واحنا النظارة المصرية شايفة عيوب فينا. بس خدوا بالكم، انا مش هسيبكم كده في وسط الضغوط ده يا عم على كده هنحارب بعض، لا لا لا، المشكلة دي اصلا تتحل ازاي، بس ده هيكون في الاخر. نطلع فاصل نرجع نكمل حديثنا. اي والله اي والله، ايه بقى الموضوع من وجهه نظرهم ووجهه نظرنا، والنظارات اللي احنا بنلبسها وهما بيلبسوها، زي لابس نظاره خضراء بيشوف الدنيا خضراء، لابس نظاره حمراء بيشوفها حمراء الى اخره، هي نفس الكلام. هما ازاي شايفين مصر وتاثيرها عليهم ثقافيا وفكريا والكلام ده، واحنا كمان خدوا بال حضراتكم، احنا عاده بعض الليبراليين ما بين قوسين اليساريين ما بين اي مكان، يعني التنويعة ده هي هجوم حاد كاسح ساحق ماحق على الوهابية، وهم اللي بعثوا ابن تيمية من جديد وابن القيم من جديد والفكر الجهادي، ويقعدوا يقولوا الكلام الجامد ده. احنا يعني بيقول الكلام الجامد ده عليه. هو انت هنا بتضرب الحقيقة في عصب يعني النظام السعودي، ان هو في الاخر خلاص السعودية هي عبارة عن ايه؟ تحالف ما بين اسرة آل سعود واسرة آل الشيخ اللي هو الشيخ محمد بن عبد الله. فانت لما بتقول له انت الوهابية بتاعتكم دي والكلام بتوعك كده، كانك انت مثلا في حالة مصر بتطعن في ايه؟ مش عارف، ما عندناش حاجه شبهنا قوي يعني، يعني بس هي في الاخر انت يعني ممكن بس تطعن في الازهر، انا قلت قبل من كده، بتطعن في اساس شرعيه المجتمع المصري، حاجه كبيره يعني بالنسبه لهم، فدي بتزعجهم جدا. فيقول لك هو بالمقابل، بيقول لك طب ما هو انت برضه، خد بالك اللي بيقول الكلام ده مش النظام الرسمي بتاعهم ولا الرسمي بتاعنا، احنا متقبلين بعض وخلاص. انا هو انا هتحكم في ايه اللي بيحصل في السعوديه ولا السعوديه تتحكم في ايه اللي بيحصل جوه مصر؟ بس احنا بنخلق مشاكل لبعض بالطريقه دهيت، وعشان كده بتلاقوا من بعض طبعا حضراتكم هنا دي، بس انا عايز اقول انه يعني على المستوى الرسمي والجيوش والكلام ده الدنيا ماشيه كويس قوي، يعني مش كويس قوي، لا هقول كويس مش هقول قوي قوي، دي لسه هنتكلم فيها كمان شويه، بس في اتفاقات وفي تعاون ولسه يعني ومناورات يعني كلام كبير، يعني مش الموضوع مش يعني احنا شغالين فيما يتعلق بالجانب الرسمي، وده كويس، ده مهم ان انت تشتغل على كذا تراك كذا مسار بالتوازي مع بعض، مش في مشاكل وقف كل حاجه، لا مش عايزين نوصل لكده، دي نوع من الصبيانيه والمراهقه السياسيه الحمد لله لا عندنا ولا عندهم. انما احنا برضو لما تسمع الليبراليين السعوديين اللي هو برضو الجناح اللي شويه ويسترنايزد يعني متغرب شويه، اللي هو يعني عنده نظره نقديه لينا، يقول لك ايه؟ يقول لك ما انتوا برضو عملتوا لنا مصايب، مش انتوا اللي جبتوا لنا حسن البنا وسيد قطب والفكر الجهادي؟ احنا كنا وهابيين ماشي، بس احنا كنا سلفيين منكفئين على نفسنا، لا عندنا طموح في ان احنا يكون بيننا اسامه بن لادن ولا عنف ولا بتاع، انتوا اللي صدرتوا لنا انه ازاي السلفيه تتحول لسلفيه جهاديه ويبقى فيها قتل وذبح والقصص دي كلها. طب يعني طب انتوا برضه مش ما تخلوش قوي من المشاكل اللي عملتوها لنا. طب انتوا جبتوا لنا الناصريه، ما هو يقول لك من وجهه نظر والقوميه العربيه والحرب البارده العربيه، وفي الاخر خالص بعتتم قوات في اليمن كانكم بتعملوها ضدنا، وفي الاخر ضربتم في 67، يعني يقعد يحكي لك قصتنا احنا وازاي احنا ما بين قوسين تسببنا في انه اراضي عربيه كتيره جدا احتلت، ويدخل لك في القصه دي شويه. يقول لك طب انتوا الثقافه المصريه، انتوا طب ما انتوا بوظتوا الدنيا. احنا كنا زمان بنسمع المقرئين العظام بتوعكم، في مقرئين الدين، مشايخ الازهر اللي كانوا بيجوا يعلموا عندنا، استقبلنا شويه اخوان من عندكم، ما هوش حبا يعني، طبعا خد بالكم ده الليبراليين السعوديين، ده مش يعني يعني في ناس سعوديين متدينين مش ليبراليين، يقول لك لا ده كويس قوي ان المشايخ او مش المشايخ اسف القيادات بتوع الاخوان جم عندنا واشتغلوا وكلام زي كده عشان احنا بقينا احسن يعني. انما الليبراليين السعوديين عندهم مشكله، يقول لك ايه الحاجات انتوا الاغاني المهرجانات وفرتكه فرتكه وبكلا. ايه ده؟ ايه التردي الاخلاقي والنوعي اللي احنا بنسميه القوه الناعمه؟ يعني خدوا حضراتكم يعني المشكله، انتوا كنتوا في يوم من الايام بتبعتوا لنا ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش وعبد الحليم، كنا دي حاجه نقدر نتعامل معاها نفهمها، كنتوا بترتقوا ذوقنا، فابتدى عندنا يطلع عندنا مغنيين كبار وابتدينا انتوا بالنسبه لنا ومثقفين، ايش العقاد وايش طه حسين وايش المزني، كنا انما دلوقتي ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب فهو بالتالي بيقول لك احنا كمان عندنا تحفظات على ثقافتكم كمصريين. مره ثانيه زي ما انت شايف، زي ما انت بتنتقده ثقافيا وفكريا هو كمان بينتقدك ثقافيا وفكريا واحيانا كمان دينيا، بس انا مش هدخل في الجزء الديني ده عشان عايز ناس متخصصه اكتر مني، وانا مش عايز يعني ادخل نفسي في متاهات. كمان من وجهه نظر المملكه احنا في بعض الاحيان عندنا عقده الاستاذيه المصريه، ده احنا اللي علمناكم واحنا اللي مش عارف ايه، من مدرس الابتدائي واللغايه مش عارف استاذ الجامعه. ايوه يا اخواننا السعوديين يقول لك بس المنهج اتغير خلاص، انتوا كنتوا اساتذتنا من زمان،
ايوه بس دلوقتي خلاص ده الدنيا بقى فيها تكنولوجيا، والدنيا بقى فيها ناس عايزه تسافر القمر، والدنيا تقدمت بشكل رهيب. ايوه ساعدونا في الجديد، طور بقى انت عندك نفس الكلام احسن. يعني انا هو بيقول لك انا عندي 1,800,000 مصري بيشتغلوا عندي، عظيم، بس ليه اللي بيشتغلوا عندي ما يكونوش احسن ناس؟ ليه ما اجيبش من عندكم احسن اساتذه في كل المجالات؟ ليه بقت نوعيه الناس اللي بتروح يغلب عليها، مش كلها طبعا، انها بقت العمال اللي باجره مع احترامنا ليهم، فابتدي ينتقدك هو كمان، بيقول لك ان انت كمان مصعب عليا، انت مش بتديني الكواليتي العاليه. انا من سنه 28 والمملكه العربيه السعوديه بتبعت لنا ناس من عندها عشان يجي يتعلموا في جامعاتنا، طب دلوقتي انا ما بقتش عارف اعمل ده لانه مع مستوى التعليم. فهو كان بينتقدك في الحته دي، تقول لك انا عايز منك، بس انت اللي انت بتنتجه مش هو اللي انا عايزه، انا خلاص تقدمت 5 6 خطوات لقدام، انا كنت في مرحله ابتدائيه في اعداديه، دلوقتي انا بقيت في ثانوي وفي جامعه والى اخره. مصر بترد وبتقول دي مشاكل موروثه ويسال على الانظمه السابقه، انما احنا على قد ما بنقدر احنا كمصريين في هذه المرحله بنمد ايد التعاون، بنقول ان احنا بنحاول نطور على قد ما نقدر، مش عايزين نقفل الباب. احنا لسه متخذين قرار، مجلس الدفاع الوطني خد قرار بتمديد فتره عمل القوات المصريه في باب المندب وفي الخليج، يعني احنا مش عايزين نقطع الحبل، لانه احنا عارفين ان في الاخر خالص مهما كان في بعض المناوشات الدبلوماسيه هنا او هنا فإننا احنا اخوات. برنامج الملك سلمان لإعمار سيناء احنا موافقين عليه وعايزين نشتغل وعايزين نعمل الكوبري الجسر اللي ما بيننا وما بينكم، في النهايه ده مصلحه للدولتين. قرار اتخذ الرئيس السيسي قرار بانه في تخصيص 70 فدان في جنوب سيناء لجامعه الملك سلمان بالمجان، وبالتالي احنا مرحبين، تعالوا اشتغلوا عندنا واحنا فاتحين الابواب على قد ما نقدر، وساعدونا انه مستوانا يرتقي في التعليم والى اخره، لانه في الاخر خالص الموضوع عايز كمان ضخ اموال. طبعا بقى انا كده قولت قدر المستطاع ان انا اقول هذه كيف ترى السعوديه الموضوع، واحنا في مصر ازاي بنحكي الحقيقه. طب لو احنا خدنا بقى من وجهه نظر مصر، احنا قدامنا قد ايه يا رجاله؟ شباب 10 دقائق. طب هحاول قدر المستطاع من وجهه نظر مصر ان المملكه اتخذ برضه تاني النضاره بقى المصريه شايفه ايه اللي بتعمله المملكه. رقم واحد احنا شايفين او مصر شايفه ان هناك حاله من الايذاء لمشاعر الشعب في بعض القرارات، منها مثلا موضوع وقف امدادات البترول ده. أي مكان الإدارة المصرية بتقول لك يعني أنت وعدتني وما التزمتش، أنا عندي ظروف ما أناش قادر عليها، وبالتالي أنت لما جيت قلت لي أنا هدي لك إمدادات بترول مش عارف لكام سنة وبمقدار كذا، أنت حطتني يعني السفينة دخلت اللي فيها الإمدادات دخلت خليج السويس أو يعني أسف من السويس وبعدين رجعت تاني. طب يعني ده رسالة مش كويسة للشعب المصري، وبتسمح للي عايز يعني يعمق الخلافات انها تتعمق. طب ليه؟ يعني ما نخلي ده موضوع وده موضوع تاني، ده مسار وده مسار تاني. بيرد الجانب المصري انه اولا بيرد الجانب السعودي، خد بالك احنا في مصر عندنا اعتقاد ان ده كان بسبب تصويت مصر في مجلس الامن مع القرار الروسي. لا، هو الجانب السعودي يقول لك اولا ده ملوش علاقة، احنا ده كان قبل التصويت بيومين، لكن كان من وجهة نظر المملكة ان مصر لم توفي بالتزاماتها، بالذات الجزء الخاص بان احنا نبعت قوات لليمن ونتفق معها على موقف مع روسيا، اسف مع سوريا، موقفها في سوريا مش مع الموقف الروسي، ففي هنا مساحة من سوء التفاهم، انا بسميها حالة من الخلل الدبلوماسي، دبلوماتيك فيلير، في توقف تصل ببعض يا اخوانا. وانا قلت الكلام ده من ساعتها، هو ايه؟ هو المندوب بتاعنا في مجلس الامن ما كانش عارف يكلم المندوب بتاع السعوديه في مجلس الامن، يقول له بعد اذنك احنا هنعمل، مش بعد اذنك اسف، مش بعد اذنك، لكن يقول له احنا هنعمل كذا. انا مش بقول تغير موقفك في اي حاجه، مصر دوله ذات سياده تقول تعمل اللي هي تراه صح، لكن لابد ان يكون الحد الادنى هو التنسيق مع الاطراف المختلفه. احنا يا وزير خارجيه المملكه، يا مندوب المملكه، احنا هنعمل كذا كذا كذا، لكن الراجل ما يفاجئش ويطلع على الهواء يقول لنا معقولة انه ماليزيا والسنغال ومش عارف وفنزويلا تكون اقرب الى الموقف العربي من مصر؟ ايه يا عم الكلام اللي بيتقال قدام الميكروفونات ده؟ هو انتوا مش بتتكلموا بعض؟ يعني انا بقول لو وزارية الخارجية في الدولتين دول في الظرف ده مش عارفين يكلموا بعض، يا واحد فيهم يمشي يا الاثنين يمشوا. انا معلش زي ما بقول يعني ما سامحوني في الجرأة في الكلام ده، لكن دي قرارات سيادية طبعا، بس انتوا مش عارفين تنسقوا مع بعض، هو انتوا طلبة في ثانوي مش مقموصين من بعض مش عارفين تكلموا بعض؟ ده دبلوماتيك فيلير. انا معلش يعني الموضوع كده من الاخر، الموضوع ما يستحملش هزار ولا لا، انتوا هتتصلوا ببعض، تتصلوا ببعض بشكل يومي، كل يومين، كل ثلاث، لازم تكون في اليه منضبطه، في كده هات لاين
خط ساخن ما بين الدولتين، الموضوع ما يستحملش ولا المنطقه فيها مساحه. لا اصل فهمني غلط، اصل انا قلت مش عارف ايه، اصل ما فيش اصل انتوا تتفقوا مع بعض، دي شغلتكم انتوا بتعملوا ايه في حياتكم غير ان انتوا تتفقوا مع بعض لمصلحه الشعبين. تمام، مش هطول اكتر من كده. طيب في واحد بقى كمان اسمه احمد الخطيب، ده كان بيشتغل في الديوان الملكي السعودي، كان مستشار للملك وبعدين اقاله الملك، ده الرد السعودي يعني. الراجل ده في مايو 2016 الراجل ده راح عمل زيارة، أنا معرفوش ولا عمري شفته ولا حتى عارف شكله يعني، حتى ما شفتوش في صورة. ده راح شاف سد النهضة والتقطته الكاميرات إنه ده قاعد بيتابع سد النهضة. إحنا بالنسبة لنا هذا آذى، مرة تانية النضارة المصرية ده آذى الشعور الوطني المصري، كما لو إنها رسالة من المملكة إن إحنا والله بنرحب بهذا الموضوع. أنا بيني وبينكم سألت كده يعني، المملكة لا بعتت، هو الراجل ده راح بصفته رجل أعمال، ده رد المملكة يعني. الراجل راح بصفته راجل اعمال، لكن لا حد قال له روح ولا يعني المملكه. طبعا انا ما اعرفش الكلام ده ايه مدى بقى دقته، لكن في النهايه النضاره السعوديه بتقول لك مين اللي قال ان انا اقف جنب دوله اسمها اكس ضد مصر؟ لا طبعا مستحيل، واي حاجه تحصل في هذا الاتجاه لابد انها في النهايه تحافظ على اصل الموضوع بالنسبه لمصر، اصل الميه بالنسبه لمصر هي زي الميه بالنسبه للانسان. يعني حضرتك لو انا منعت عنك الميه، طب خلاص، ما ده مش يعني مش تهديد لمصلحة، ده تهديد لوجودك. ومصر ساعتها مش يعني هتستنفر وهتعمل كل ما هو منطقي. يعني مرة بيسألوا الرئيس مبارك هو احنا ممكن نبعت قوات كذا كذا كذا، كانوا بيقولوا القوات بتاعت دي عشان لو حد كان على أرضي أو حاجة حصلت المية. وأنا لما الرئيس مبارك مش كل حاجة عملها صح ولا كل حاجة عملها غلط، بس في بعض مواقف السياسة الخارجية هو كان بيتبنى موقف الدولة المصرية، لا هعمل، لا هبعت قوات في حته ووجهه نظره القوات دي تكون تحت مظله الامم المتحده وتكون تكلفتها لحد بعيد متغطيه، ولكن ما دون ذلك هدافع عن ارضي او هدافع عن المايه بتاعتي، انما غير كده. وهذا من ثوابت السياسه الخارجيه المصريه، لو موضوع لو وصل لمرحله ان احنا مش عارفين نشرب، لا عليا وعلى اعدائي بقى ما اعرفش هيحصل ايه يعني. لكن ان شاء الله الوضع واضح، واعتقد انه اشقائنا في المملكه ما عندهمش اصلا اي نيه من اي نوع ان هم يعملوا اي شيء غير منطقي. اخواننا في المملكه كمان بقى عندهم رد منطقي، يقول لك اخواننا احنا معاكم قلبا وقالبا، انتوا نسيتوا ان المملكه طبعا تاريخيا في مواقف كتيره متبادله بين الطرفين، احنا بنساعد وهم بيساعدوا، الثلاث يعني الملوك اللي هم ساعتها كانوا ثلاث امراء راحوا تطوعوا في حرب 56 الى اخره، وبيجي يقول لك في الاخر طب احنا بعد 30 يونيو ما احنا ساعدنا على قد ما قدرنا كمملكه. وللامانه يعني هذا الكلام سمعته من مسؤولين كبار في دول سواء اوروبيه او امريكيه، موقف المملكه كان حاسما. اتصالات من الملك عبد الله شخصيا وزير الخارجيه سعود الفيصل رحمه الله عليهما بقيادات اكبر قيادات في العالم، اللي حصل في مصر ده اراده الشعب المصري والى اخره، وحضراتكم فاكرين بقى بقيه القصه، ومساعدات ماليه في بلد كنا ساعتها فعلا في وضع صعب. فاخواننا في المملكه بيقولوا لنا، بيقول لك ده دليل على ان احنا حريصين عليكم، حرصتكم على انفسكم على انفسكم، وده صحيح. انا يعني ما فيش في اي مبالغه، لانه هي المساله مساله وجود. الراجل سعود الفيصل الله يرحمه كان مريضا وراح غاب عواصم اوروبيه وراح فرنسا وقعد مش عارف كام يوم من، يقول طب انت تعبان صحتك مش، اقول لهم لا انا ده مصر يعني موضوع ما فيش فيه مساحه للهزار. ايه التوصيات اللي احنا ممكن نخرج بيها من الموضوع ده؟ صديقي الاستاذ سليمان جوده من المصري اليوم قال كلام مهم قوي وعجبني وانا هنقله لحضراتكم منسوبا اليه. واحد قال لك لابد من التحرر من حاله اللا حوار اللي احنا عايشينها. كلام منطقي مليون في الميه. هو في حوار بيحصل من تحت لتحت، في توصل لك فجاه كده واحد جه مش عارف مين، واحد من عندنا راح فين وكلام زي كده. بس انا يعني انا هقول لحضراتكم في الاخر يعني خلوا الموضوع ينتقل من الموظفين الى القيادات من الاخر يعني. اثنين، لابد من التحرر ده استاذ سليمان جوده من وهم فكره التضابط في وجهات النظر، هو بيختلف معايا في النقطه ديت. ويكون القضيه هي كيف ندير الاختلاف في وجهات النظر، مش ان احنا نتطابق، انما على الاقل ازاي ندير الاختلاف. وانا برجع لحضراتكم انه يعني الخلافات دي موجوده في المصالح من زمان، يعني عارفين حضراتكم الخلافه العثمانيه انهارت سنه 23، انتهت سنه 23، فساعتها دي كانت بدايه. الملك فؤاد عايز نفسه يبقى ملك على مصر، انما الملك عبد العزيز ساعتها كان رافض تماما انه الملك فؤاد يعلن خليفه على مصر. انت بتقول انا مش سامع. ثلاث دقائق. طيب. وفي نفس الوقت الملك عبد العزيز كان نفس الملك فؤاد انه يعلنه يعترف به أميرا أو ملكا على الحجاز،
لا الملك فؤاد وافق على انه الملك عبد العزيز يكون امير على الحجاز، ولا الملك عبد العزيز وافق على انه الملك فؤاد يكون خليفه للمسلمين، ولا ده خد اللي هو عايزه ولا ده اللي هو عايزه. الا بعد كده بقى الامور لما تطورت ويعني خلاص بقى ده امر واقع واعترفنا المملكه العربيه السعوديه. اذا ففكره انه في اختلافات ده من البدايه اصلا في اختلافات، بس الاختلافات لا ينبغي ان تؤدي الى عداء، ولا ينبغي ان احنا نكرر مرحله الحرب البارده في الستينيات. الاعلام هنا يشتم والاعلام هنا يشتم واحنا لساننا وحش وهم لسانهم، يعني ما هو كل واحد عايز يشتم، بس الشتيمه دي بحر ملوش اخر، يعني عايز تشتم يعني السفاله ما لهاش. واحنا في عندنا سفاله وحشين قوي، يعني احنا سواء على الفيسبوك او بعض الاعلاميين حاجه نيله، يعني حاجه قذره، حاجه مش مفخره، حاجه عند لها الجبين، يعني سب في جبين مصر ان يكون عندك هذه النوعيه من الناس اللي بتتكلم وفي غلط بيضرك. وما هو الرئيس بيشتكي بيقول لك انتوا مبوظوا علاقتنا بدول، يعني الموضوع مش بخلاف بيننا وبين بعض مثلا ايه 5 جنيه هنا و12 جنيه راحوا هنا وعاملين نتصفى وانت بتقول لك معلش انت خد 6 جنيه ومعلش عشان هو رمضان بقى وكل سنه طيب وخناقات لا انت بتعمل مشكله بتخلينا ندخل في متاهات مع دول ويعني مصالح ملايين، يعني عشرات الالاف مئات الالاف من الناس بتتهدد عشان واحد قاعد كده على البتاع على المصطبه اللي مسمينها عامل كشك تلفزيوني وعمال يشتم في ده. لا طب ده مش منطقي. ثلاثة، ودي برضه مهما أكمل كل ده كلام الأستاذ سليمان جودي، لابد أن تتحرر العلاقة بين الدولتين من سطوة الإعلام وسطوة وسائل التواصل الاجتماعي. ده كلام عاقل، إحنا مش هندير علاقتنا ببعض بكلام صبية أو كلام ناس يعني نقول اسمهم إيه؟ هو عايز يعمل فيها بطل عشان يكتب له مقاله يشتم في مصر والتاني يكتب مقاله يشتم في السعوديه، احنا مش هنشتم في بعض، احنا بندور على فين المساحه المشتركه نقدر فيها نشتغل مع بعض. عشان كده الاغبياء والحمقى يمتنعون، العقلاء والحكماء هم اللي يتقدموا المشهد، هم اللي يتقدموا المشهد. طيب ايه النتيجه؟ ايه عزيز؟ خلاص خلصنا؟ دقيقه. طيب النتيجه النهائيه في عندنا خبر حلو، اولا الرسميون هنا وهنا عمرهم ما قالوا كلمه واحده سيئه عن الاخر علنا. هو الحقيقه قالوا كلام مش لطيف، لا مره يحكي الامريكا وده يحكي مش عارف، يعني بنقعد نحكي يعني نقعد نلت ونعجن كده شويه، بس علنا حاولنا على قد ما نقدر علاقات ما بين الدولتين تكون علاقات في العلن طيبه، ودي مقدمه مهمه جدا. ثانيا انا بقى عندي حديث قلت للشواف يطبعه لي، الشواف اللي هو رئيس تحرير البرنامج، فبقول لك ايه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بلاش شغل الموظفين من الآخر خالص، الحديث ده كده بيقول لك إيه؟ اللي يبدأ بالسلام هو الأحسن. أنا يعني بأناشد من يعني الأمر، وأنا يعني رهاني على أنا بتكلم في تلفزيون مصري، إحنا عندنا القدرة ان احنا نحل كل الرغي. انا بقالي 50 دقيقة 5 عمال ارغي، كل الكلام ده يتحل بلقاء مباشر نحكي فيه اللي احنا عايزينه، هم يحكوا اللي هم عايزينهم، وفي الاخر خالص بلاش نسمح لهذه العلاقة الهامة بين الدولتين انها تكون عرضة لتوابع قرارات غير مدروسة سواء باتخاذ الطرف ده او الطرف ده. علاقة مصر بالمملكة لابد ان تكون على قمتها، اعلى راسين في البلدين، اللي بعد كده بقى يشتغل على يحطوا رئيس او راس النظامين من قرارات. انما شغل الموظفين، وانت كان واحد صاحبنا بيقول لنا ايه سمي تعيش عمرك، والتاني يقول لك بالعيال اتنين يا بيه وباشا والكلام ده، لا 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 ده ولا ده. انا عايز ناس عاقله، واعتقد ان قيادتي البلدين لديهما من الرؤيه ايه اللي بيحصل في المنطقه والرمال المتحركه اللي الدول بتخش فيها بتبتلع. احنا لا نملك رفاهيه ده ولا نملك رفاهيه ان احنا نتجاهل بعض. التحالف او الاندحار، لا بديل لنا الا التحالف او الاندحار. المساله قد تبدا بهذا الجهاز الملعون واللي احيانا بيعمل حاجات كويسه، اتصال لقاء نصفي الخلافات، نبدا نتعلم من اخطائنا ونبدا صفحه جديده. الموضوع انا مش شايفه معقد، وشايف ان يعني الرؤيه الاستراتيجيه ومصالح الدولتين من الممكن جدا الوصول لحلول وسط بشانها. في حاجه مفتريه المفروض اقولها شواف؟ مفيش حاجه. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. نشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.